طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى الصوت يكون واضح. طيب، أولا كل عام وأنتم بخير. عيد إن شاء الله يا رب العالمين ينعاد علينا بالخير والصحة والسلامة. عيد مختلف من الأعوام السابقة بسبب جائحة كورونا. حبينا نقدم فيه حاجة مفيدة لصحتنا. حابة في البداية أتقدم بالشكر لكل الناس اللي انضمت لللايف. الشكر الجزيل لمجموعة الباحثين السودانيين ومجموعة دار لبناء القدرات والاستشارات البحثية على إتاحة الفرصة لي. أنا حكون معكم إن شاء الله تيسير محمد إدريس الهادي، صيدلي، إدارة العامة للصيدلة. حنتكلم إن شاء الله عن الطرق الصحيحة للتعامل مع المعقمات والمطهرات، باعتبار إنه يا جماعة مع جائحة كورونا واحدة من أهم أسباب الوقاية اللي هي استعمال المطهرات والمعقمات حتى نحصل يعني بصحة جيدة، نتعامل معها بطريقة آمنة ما تكون خطر على صحتنا. أول حاجة عاوزة أقول إنه المعقمات والمطهرات يمكن الناس بتتخيل إنها يعني هي زسيم، لكن لا، المعقمات حاجة إحنا بنستعملها عشان ما نقضيها على الجراثيم لكن على جسمنا، بينما المطهرات بنستعملها عشان ما إحنا نقضيها على الجراثيم على الأسطح أو الأرضيات. فالمطهرات والمعقمات أي نعم صح بنقضيها على الفيروسات الجراثيم الميكروبات، واحدة لاستعمال على الجسم واحدة استعمال على الأسطح أو الأرضيات. ففي أنواع مختلفة بتجي أكيد بتراكيز مختلفة عندها طرق محددة أكيد للاستعمال. مهم جدا نكون حريصين. مرحبا بكل الناس اللي شايفاها بدأت تنضم. حابة أنبهكم إنه إن شاء الله المداخلات إذا يعني أمكن نخليها إن شاء الله بإذن الله والرد على الأسئلة لحد نهاية اللايف. المعقمات زي ما قلنا والمطهرات بنستعملها لأننا نقضيها على الفيروسات أو الجراثيم، لكن لازم نكون عارفين كيف نتعامل معها بطريقة صحيحة حتى ما تسبب في ضرر. حأتطرق برضو إن شاء الله إذا حصل لا قدر الله حالة بتاع التسمم كيف يعني نتعامل معها. طيب، أول حاجة من أهم الحاجات اللي حابة أنبه لها يا جماعة قبل ما نتعامل مع معقم أو سوري مع مطهر لنظافة الأرضيات، لو لبسنا حاجة بتاعت وقاية يكون أفضل. يعني إذا لبسنا جوانتي، ما إلا الديسبوزابل حقة السيرجيكال اللي بنستعملها في يعني المستشفيات أو كده، ممكن حتى حقة المطبخ العادية. إذا ما أمكن ممكن العادي بتاع المطبخ نستعمله. فالأفضل إننا ما يعني ما ننظف بالمطهرات ما لم إننا نستعمل حاجة توقي جسمنا. طيب، تاني حاجة عاوزة أقول هي الرائحة حقتها مرات كثيرة بتكون نفاذة. الناس اللي عندها مشاكل في يعني جهاز التنفس أصلا عندهم ناس أزمة أو أي يعني مشكلة معينة، من الأفضل إنه في البداية قبل ما نستعمل نفتح شبابيك المنزل أو أي حاجة، المهم نفتح المراوح لأن الرائحة بتكون نفاذة شديد. دي من الحاجات الأولية اللي بنبدأ بها. طيب، في برضو يا جماعة مرات الجلد بيكون فيه جروح، أو إذا مثلا كان في أي دمج على الجلد الأفضل ما يكون حاجة مباشرة. طيب، شايفوا ما شاء الله في ناس كتار انضموا لللايف من الناس اللي بعرفهم. مرحب بكم كلكم، مساء الخير، كل عام وأنتم بخير. زي ما قلنا يا جماعة المعقمات والمطهرات هي بقت يعني من الحاجات مع جائحة كورونا ما بيخلو يعني حتى من المنزل أو جزء من حياتنا اليومية، يا هاند سانيتايزر يا نظفنا بكلوركس. فمهم جدا نكون قادرين نتعامل معها بطريقة صحيحة. طيب، بدينا. إذا الناس اللي انضمت مؤخرا ما تابعت معانا من البداية، قلنا إنه في أشياء عاوزين تيبس بسيطة نتكلم عن إنه إحنا أفضل عشان ما نتعرض لخطر أو نعرض نفسنا لخطر في التعامل معها. لبس الواقي اللي هو إذا كان جوانتي سيرجيكال، إذا صعب ممكن حتى حقة المطبخ العادية. قلنا التهوية في البداية قبل ما ننظف بها. التركيز الصحيح برضو إذا عرفناه ويكون أفضل، لأنه إذا التركيز بقى أقل من التركيز الصحيح ما حيقدر لنا على الميكروب.
اللي هو طبعا الكلوريكس شاف التركيز ده من المكتوب من المصنع انه التركيز الصحيح اللي هو استعمال 20 ل 50 مل في كل لتر مويه. دي لنظافه الاسطح. وقلنا اهم حاجه انه الجلد بتاعنا اذا فيه جروح فيه اي دمج ما نخليها يعني تتعرض لها بصوره مباشره. طيب نجي للجزء المهم جدا جدا والكثير جدا لازم نهتم به اللي هو الجزء يا جماعه بتاع حفظه. طيب حفظ المعقمات والمطهرات واحده من الحاجات اللازم ننتبه لها جدا عشان احنا ما نتعرض لمشاكل بالذات يعني مثلا شفنا بتصنع المعقمات في كونتينرز او في كميات كبيره شديد وبعد كده بنجي نقعد نوزعها. واحده من اكبر الغلطات يا جماعه اللي بنجح فيها انه بنخزنها في حاجه ما نكتب عليها ليبل. يعني نكون خاتنها مثلا في قزازه مثلا بتاعه مويه وتخيل مثلا شكل المعقم هو بيشبه المويه، اجى طفل يشربه حيكون الضرر قدر شنو. فمهم يا جماعه من اول الحاجات اللي بنبه لها انه يا اما نحتفظ بها في عبوه اصليه ليبلد او انه ممكن انه نحن نخدها في عبوه ثانيه لكن بس نكتب عليها. طيب قلنا المداخلات ممكن نخليها لحد النهايه. من الحاجات اللي كان قلتها انه المطهرات بنستعملها لنظافه او التعقيم او القضاء على الجراثيم في الاسطح والمعقمات على جسمنا. يعني مثلا كلور ما ممكن استعمله على جسمنا، ومثلا الهاند سانيتايزر او الحاجات الثانيه هي الانسب للاستعمال. ده كان سؤال وانا صراحه حابه انه اخلي الاجوبه لحد النهايه حتى انه ما يحصل تداخل. طيب ارجع تاني للجزء بتاع انه قلت يا جماعه معلش يمكن شويه حصل جامبينج. قلنا الاحتفاظ بالعبوه الاصليه ليه؟ عشان احنا ما نعرض بها حياه مثلا الاطفال بالذات للخطر انه ممكن يستعملوها. تاني حاجه يا جماعه واحده من الاشياء المفترض ننتبه لها اللي هو انه نحتفظ بها في درجه حراره مناسبه، يعني ما نخدها في حته حاره شديد. ليه؟ لانه مثلا زي الهاند سانيتايزر او بيكون فيها الكحول هو قابل للاشتعال. الحاجه دي ممكن تكون يعني سبب لانه تعرضنا برضو لخطر بالذات لو كان مثلا الكونتينر يعني بكميات كبيره. الحاجه دي ممكن تكون خطره جدا، فمهم يا جماعه ننتبه في التخزين انه نخدها في حته كويسه. طيب واحدة من الحاجات المهمة اللي حابة انبه لها برضو يا جماعة ان بعيدة عن متناول الاطفال. طبعا اكيد يعني ما يفوت علينا ان الاطفال مع الحجر المنزلي ولا في روضة ولا في مدرسة ولا في حضانة، فهم الحاجة دي لو لقوها اراوند عندهم الكيور، والطفل دايما بيتعامل مع الحاجات في انه يدخلها في 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 الفم، فعشان ما يشربها او يتعرض لضرر الافضل يا جماعة انه احنا يعني نخدها في حتة مكفولة بعيدة عن متناول الاطفال. طيب تاني في حاجة يا جماعة، واحدة من السلوكيات اللي احنا بنعملها بنخلط مرات، يعني مثلا نخلط كحول مثلا الكلوركس نخلطه مع فلاش مع غيره. الحاجة ده خطرة جدا. ليه؟ لأنها ممكن ينتج عنها تفاعل، التفاعل ده يؤدي لأنه يطلع غاز سام يعمل اختناق، وبكده نكون تعرضنا لضرر كبير جدا جدا. فيا جماعة أول حاجة ملخص الكلام اللي أنا قلته للناس اللي انضمت هسه يا داب إنه يا جماعة المعقمات مواد كيميائية بنستعملها على جسمنا، المطهرات بنستعملها للأسطح. قطعا أكيد هاي في حاجات ممكن تصلح لإنه نستعملها على جسمنا وعلى الأسطح، لكن في حاجات بالضبط للجسم في حاجات للأسطح. طيب التركيز الصحيح اللي اتوصف لنا مهم نتبعه، لأنه لو استعملنا تركيز أقل ما حيدينا الأثر المطلوب أو ما حيقتلنا على الفيروس. طيب قلنا برضو من الحاجات المهمة إنه ننتبه ليها نلبس واقي. الأسطح لما نجي إنه ننظفها قبل ما نبدأ نفتح المنطق أو نعمل تهوية، ننتظر شوية لحد ما تجف عشان نتأكد إنه كده قضت على الفيروسات أو أي مكروب نحن نتوقع يكون فيه. برضو قلنا نبتعد عن الجروح. نبهت للحفظ انه تكون درجة الحرارة حق حفظ المعقم او المطهر درجة حرارة مناسبة، نبعده عن اللهب لانه ممكن يكون فيه حاجات قابلة للاشتعال زي الكحول. العبوة قلنا لازم تكون ليبلت، ويا ريت يا جماعة الليبلينج ده لكل حاجاتنا عشان نكون احنا عارفين الحاجة احنا نتعامل معاها بالضبط شنو. العبوة زي ما قلنا احنا بعيدة عن متناول الاطفال، لانهم الاطفال طبعا يعني شليقين بيحبوا يعني اي حاجة يجربوها او يستعملوها.
ما حنخلطه، لأنه زي ما قلنا الخلط ممكن يؤدي لأنه يحصل يعني مواد سامة أو حاجات يعني تضر بصحتنا. طيب حابة بعد كده أنتقل للجزء بتاع إنه إذا لا سمح الله يعني حصل حادث بتاع تسمم منزلي أو عموماً حوادث التسمم، كيف حنقدر نتعامل معها؟ الحاجة دي مهمة. أنا حأبدأ أول حاجة يا جماعة حأقول إنه وزارة الصحة ولاية خرطوم في مركز المعلومات الدوائية هو جهة استشارية بتقدم معلومة بكل ما يتعلق بالأدوية وكيف نتعامل مع حالات التسمم. إذا حصلت حادثة بتاع التسمم ممكن نتواصل مع مركز المعلومات الدوائية، أرقامنا المختصرة 41 41. في أرقام تانية بس صراحة مع ظروف الحظر وإعادة الجدولة، الرقم 012 3 10 540 012 3 10 540. ده رقم متاح طول الوقت للتبليغ عن حوادث التسمم، وإننا نتلقى استشارات إذا حصل حادث بتاع تسمم. طيب حادث التسمم أنا بقصد به وإننا نتعرض لأي مادة سامة. المادة السامة دي إذا كانت عن طريق إننا استنشقناها أو حتى مثلا بلعناها، أو حتى المادة السامة دي يعني مثلا حصل إنه يعني زول مثلا جات على جلده، بيبقى سؤال إنه كيف حنتعامل مع حادث التسمم. طيب أول قاعدة يا جماعة في التعامل مع حالات التسمم، الزول لما يلقى مثلا طفله يتعرض لحادث بتاع تسمم أو حصل يعني شفت طفل مثلا شايل حاجة سامة، في العادة الأم طبعا بتتخلع يعني بتجدع الحاجة دي أو بتلقاها بتحاول تدخل في أصبعها عشان ما تجبره إنه استفرغ. الحاجة دي خطرة جدا جدا. أول حاجة يا جماعة عاوزة أنبه، إذا لا قدر الله شفت طفل أو أي حاجة يعني زول اتعرض لحادث بتاع تسمم، أكيد طبعا حادث التسمم بعمد يعني بهدف الانتحار غير بصورة unintentional أو أنت ما قاصد. الحاجة الأولى لازم تعرف الكمية اللي هو شربها أو ابتلعها أو تعرض لها دي قدر شنو، حاجة مهمة جدا جدا. كويس الرقم حاعيده تاني، رقم مركز المعلومات الدوائية 012 3 10 540 لكل حوادث التسمم للتبليغ. طيب زي ما قلنا بحدد الكمية قدر شنو، بحدد الزمن قدر شنو، لأنه أنت مجرد ما يعني تضرب ليهم بيسألوك إنه أخذ كمية قدر شنو، المادة هي ذات الأخذ شنو، نوع المادة شنو. دي يا جماعة إذا يعني الطفل أنت يعني مثلا لا سمح الله شلته وديته المستشفى وقلت لهم أخذ حاجة أنا ما عارف شنو، كده حتكون يعني صعبت عليهم طريقة التعامل. لكن لما تكون أنت يعني المادة دي احتفظت بها، أي صح ممكن يكون في اللحظة ديك يعني إن الواحد يتخلع، حاجات كثيرة دخلت في النص، لكن مهم يا جماعة معرفة الزمن يعني أنت المدة دي حصلت قدر شنو، لأنه حتى بعد ذاك حيقول لك خدته تحت المراقبة. فأول حاجة ركز كويس إنه أعرف الزمن بالضبط، هسه الحاجة دي حصلت قبل كم أو بالضبط الساعة كم، الكمية ذات قدر شنو الأخذة إذا قدرنا حددناها يكون كويس. الحاجة الثالثة زي ما قلنا نوع المادة الوقت. كويس كل الحاجات دي مهمة جدا. طيب الرقم حكون بقول فيه طول ما أنا بتكلم في اللايف لأنه بيفيد ناس كثيرين، اللي هو 012 3 10 540. دي أول خطوة. طيب الحاجة الثانية حنبعد الشخص أو الزول ده من مصدر الخطر. يعني لو الحاجة دي بلعة وفي يعني نعمل دي كونتامينيشن في باقي في 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 الفم ممكن نطلعه، لكن زي ما قلنا ما حنضغطه إنه يستفرغ، حنطلع إذا في باقي في الفم حنطلعه، إذا في الجلد حنعمل غسيل للجلد، إذا في العين برضو حنغسل العين، إذا مثلا استنشق حاجة سامة بصورة عامة حنبعده عن مصدر ال 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 الغاز السام ده أو غيره. طيب إذا الخطوة الأولى تحديد الكمية والوقت ونوع المادة، الخطوة الثانية إننا نعمل دي كونتامينيشن ونزح المادة دي يعني إذا بلع أو كده في باقي في خشم حنطلعه، حنغسل الجلد، حنطلع الملابس إذا كان برضه استنشاق بتاع غاز سام، برضه زي ما قلنا ممكن العين نغسلها. طيب دي الخطوة الأولى. طيب الحاجة الثانية يا جماعة
من القواعد المهمة للتعامل مع حالات التسمم يا جماعة إنه ما يعني الشخص اللي تسمم ده ما نخليه يستفرغ، لأنه لو دخلنا أصبعنا ويعني زي ما بيعمل الأمهات وخليناه يستفرغ، المادة السامة دي هي وصلت المعدة، المعدة هتجي راجعة ثاني أو الجهاز الهضمي تسبب في ضرر كبير. أنليس إنه أصلاً هو استفرغ ثاني براو، إحنا ما نضغطه إنه يستفرغ. طيب الحاجة الثانية يا جماعة، ما نحاول نعادل الأحماض أو القلويات وطبق إتواز. يعني إحنا مثلاً عارفين إنه السمم بحاجة يعني بحاجة حامضة، ما معناته إنه هنديه حاجة قلوية أو العكس. ليه؟ لأنه يا جماعة الحاجة دي ممكن تؤدي إلى تفاعلات وينتج عنها ضرر. طيب في برضو حاجة مهمة حابة أنبه لها، اللي هو يا جماعة التسمم بمثلا مرات الهيدروكاربونز اللي هو بقصد بها مثلا الجاز البنزين غيره، احنا مرات بنقوم يعني بنقوم نخلط يعني الطفل استفرغ او ندخل اصبعنا او نشربه لبن، ما نعمل انديوس للفوميتينج ابدا ابدا يا جماعه في حاله التسمم بالهيدروكاربونز اللي هو بقصد بها البنزين الجاز او غيره. ليه؟ لانه الحاجه دي يا جماعه بتعمل له اسبيريشن، بفهم انه الماده السامه دي حتخش رئته. دي من الحاجات المهمه شديد، ما نخليه ابدا ابدا استفرغ. طيب تاني برضو من الحاجات المهمه يا جماعه اللي هو اللبن، برضو من الحاجات اللي بيوصفوها في حاله التسمم بالهيدروكاربونز، ما نديه لبن، لانه اذا اديناه لبن ممكن استفرغ، وزي ما قلنا الاستفراغ حاجه خطره جدا لزول يتسمم ببنزين او بجاز او اي حاجه من الهيدروكاربونز. طيب حابه اعيد الرقم بتاع مركز المعلومات اللي هو يقول 0123410540. طيب الرقم ده انا ممكن يعني كل فتره اعيده عشان اذا الناس حابه تتصل في حاله التسمم او برضو الاستشارات عموما في كل ما يتعلق بالدواء. طيب التسمم بالمطهرات يا جماعه، اول حاجه المطهرات والمعقمات يعني فورشنيتلي والحمد لله او الهاوس هول كلينرز عموما الموجوده في المنزل، التسمم بها عموما الحمد لله يعني ما اثاره ما خطر شديد. ليه؟ لانها كل التراكيز يعني لو بتاعه الكلوركس المستعمل في المنزل اللي هو الصوديوم هيبوكلورايد تركيزه منخفض، فالحمد لله يعني ما زي الاندستريال المستعمل في حوض السباحه. فالحاجه المهمه يا جماعه انه اول حاجه، طيب حصل تسمم زي ما قلنا طفل او غيره، بنختبر يعني بنديه اول حاجه حاجه بسيطه يشربها، اذا قدر يشرب وما استفرغ او اذا استفرغ مره واحده يعني او الاستفراغ ما كان شديد، كان الطفل او يعني الزول ده قادر يعني يشرب عادي، الحاجه دي دليل على انه ما حصل دمج. ليه؟ لانه زي ما قلنا احنا نخاف انه يحصل دمج للجهاز الهضمي من المعقمات او المطهرات او الهاوس هولد عموما كلينرز، والحمد لله زي ما قلنا تركيزه ما عالي زي الاندستريال، فالحاجه دي مهم جدا جدا انه يا جماعه قبل قلنا لما نبعده نعمل ليبلينج عشان نكون عارفين هي عباره عن شنو. لما تكون قريبه ممكن الطفل ياخذها، لكن طول ما هي بعيده هو ما حيا يعني ما بالسهوله انه يصل لها. طيب برضو لانها طبعا طعمها والحمد لله يعني ما مستساق، فما قاعد يعني ما بياخذوا في العاده منها كميه كبيره، دي كلها بتخلي انه يعني اذا اتاخذت كميه بسيطه بصوره ان انتشنال او غير مقصوده كل اللي بيحصل جي اي تي ابسيت، يعني يحصل طمام استفراغ يعني بيحصل دائما الحاجات اللي بتحصل مايلد. طيب لكن ممكن نحس بالخطر او نقول حصلت مشكله كبيره اذا بقى في استفراغ بصوره مستمره، اذا مثلا حصل الاستفراغ ده لاحظنا معاه دم، اذا يعني مثلا حصل اسهال معاه ودم، اذا حصل برضو درولينج اللي هو سيلان للعاب، كل الحاجات دي بتدل على انه حصل دمج للجي اي تي. فعشان كده بنخط الطفل تحت المراقبة في البداية، بندي زي ما قلنا كمية بسيطة من أي حاجة، ممكن نديه كمية بسيطة من عصير سوفت فود أو أي حاجة،
إذا اتقبلها الحمد لله. إذا بدأ يستفرغ ولاحظنا إنه كل ما نديه يشرب هو بيستفرغ، ده إنديكيت إنه في مشكلة، خاصة زي ما قلت إذا كان الاستفراغ ده معاه يعني دم لا سمح الله يعني، أو إذا كان في برضو إسهال البين بيجي شديد، ده إنديكيت إنه في مشكلة كبيرة حصلت. طيب ده فيما يخص التسمم بالهاوس هولد كلينرز. طيب التسمم بالكحول طبعا زي ما قلنا قبل الهاند سانيتايزرز يا جماعة، الهاند سانيتايزرز طبعا كل المعقمات الهسة في التركيبة بتاعتها في الكحول بالإضافة للهيدروجين بيروكسايد بالإضافة لأنه فيها جلسرين. الجلسرين ما فيه ضرر كبير لأنه ممكن يعني تسبب في إسهال يعني برضو ما بالخطورة الكبيرة اللي نخاف منه. في تقريبا الهيدروجين بروكسايد برضو الحمد لله تركيزه بسيط ما كبير. الحاجة الثالثة في تقريبا اللي هو الكحول. الكحول طبعا الداخل في التركيبة بيختلف، في كحول الإيثانول جلايكول، في ناس بيستعملوا الإيثانول، في ناس نادرا جدا بكما يستعمل الميثانول، كل واحد عنده ضرر براو. لكن عموما يا جماعة التسمم بالكحول عنده أضرار معروفة يعني معروفة جدا يعني للشخص اللي تعرض لها، اللي هو انه بيعمل CNS depression اللي هو يعني التأثير على الجهاز العصبي، بيظهر في صورة بتاعت انه بيكون يعني الزول مدروخ او ما قادر يعني زي السكران طبعا ما هو في نهاية كحول، برضو بأثر على الجهاز التنفسي، بيعمل هايبوغلايسيميا، ودي حاجة مهمة جدا جدا انه يا جماعة في اي لحظة حنشك انه حصل تسمم بكحول مهم جدا جدا ندي الطفل او الزول ده حنديه حاجة ياخدها او ياكلها عشان ما يحصل هايبوغلايسيميا. طيب زي ما قلنا النوع بتاع الكحول هو اللي بيحدد شكل الضرر، يعني مثلا الإيثانين جلايكول بيأثر على الكلى، الميثانول معروف انه ما بيستعمل لانه ضرره كبير جدا جدا، ممكن يعمل irreversible blindness او عمى، فما بيستعملوا كثير في السانيتايزرز. طيب في الحاجه الثالثه اللي هو طبعا الإيثانول هو الاكثر يعني الاكثر استعمالا، هو الى حد كبير بناين، فيا جماعه اذا حصل انه يعني بصورة يعني غير مقصودة، لأنه دائما يا جماعة حالات التسمم العمد بيكون يعني الزول ده أو الضحية ده شرب كمية كبيرة، ده في الغالب الأضرار حقته كبيرة، وده في الغالب هو اللي حيحتاج لأنه يعني يتم إزعافه. أما الصورة أن intentional أو الكمية اللي شربت زي ما قلنا بسيطة، الضرر المتوقع أنه يحصل اللي هو الأضرار المعروفة المتوقعينها من أنه ياخد كحول، اللي هو زي ما قلنا ممكن يعمل هايبوغلايسيميا، في الحالة دي بنهتم جدا أنه نديه ياكل أو يشرب حاجة بسيطة فيها سكر، حنراقب أنه إذا ما حصل استفراغ ما حصل يعني abnormal behavior يعني بقى يعني أميل لأنه تأثير الكحول ظهر، بقى شكله زي السكران ما قادر يمشي، حصل أتاكزي أو غيره، يعني كل أشياء إنديكيت إنه بدأ يحصل إشكال، في الحالة بتكون التدخل مهم، إننا يعني مفترض ننقله لأقرب وحدة طوارئ، وطبعا مع الأسف دي وحدة الطوارئ أو غيره كلها في صعوبة شديدة. حابة أقول يا جماعة إنه دي معظم الحاجات، لكن إحنا عشان ما يحصل حالات التسمم أول حاجة نحن يا جماعة مهم جدا نلتزم بالجرعة اللي أوصى بها الطبيب. إذا كانت الزول اللي بيستعمل الدواء ما هو بياخده بنفسه، يعني مثلا كبار السن أمهاتنا أبواتنا ربنا يديهم العافية، يا ريت المسؤول من العلاج يكون زول واحد، يعني أنا أدي الدواء ويجي زول تاني غيري يعيد الجرعة، بنديهم كده أوفر دوز بنعرضهم كده لخطر بتاع التسمم. الأطفال برضو الصغار يا ريت جرعة الدواء حقتهم يكون مسؤول منها زول واحد، عشان ما الأم تدي والأبو يدي نكون زدنا لهم الدوز عرضناهم للخطر. طيب تاني من الحاجات برضو يا جماعة ما نتناول الدواء في الظلام، لأنه تناول الدواء يا جماعة في الظلام ممكن برضو من الحاجات اللي تخلي زول ياخد حاجة غلط تؤدي لمشكلة، ياخد دواء غيره أو ياخد الدواء حقه بجرعة غلط برضو ممكن تؤدي لظهور تسمم أو حدوث تسمم. الأطفال يا جماعة ما نتناول الدواء جنبهم، ما نقول لهم يعني دي حلاوة أو ده عصير لو كان حنديهم ليه، لأن الحاجة دي ممكن تخليهم هم من غير يعني ما يقصدوا بعدين هم ياخدوه من نفسهم.
لازم زي ما قلنا نعمل ليبولينج لكل الدواء حقنا، نحتفظ بالأدوية حقتنا في صناديق الأصلية. لازم برضو يا جماعة من الحاجات المهمة ما نتخلع، أتمنى إنه لو لا قدر الله حصل أي حادث بتاع تسمم نعرف الحاجة اللي حصل بها التسمم دي هي عبارة عن شنو، كويس، الجرعة قدر شنو، الزمن اللي حصل ده قدر شنو. نتواصل مع مركز المعلومات الدوائية في الرقم 0912310540. أتمنى إنه أكون غطيت على كل الجوانب المهمة. في كان تقريبا سؤال قبل كان مهم شديد عن اللي هو استعمال الاكتيفيتد شاركول. اللي هو الاكتيفيتد شاركول ده يا جماعه اللي هو الفحم اللي بنستعمله في حالات، فعلا معظم حالات التسمم الاكتيفيتد شاركول مع الاسف ما متوفر في السودان، هو فعلا من اهم العلاجات لمعظم حالات التسمم، لكن ما متوفر. مع الاسف الايوكاربون معاه لاكزيتيف او معاه ملين، فعشان كده ما يعني ما حيكون بديل له ولا حيدي نفس الجرعة. فنتواصل مع مركز المعلومات إذا حابين ناخذ الاستشارة الصحيحة. دايرة أشوف المداخلات أو الأسئلة، أتمنى كانت تكون يعني المعلومة يعني بصورة واضحة. أيوة اليوكاربون، في سؤال إنه اليوكاربون ليه ما ينفع، لأن اليوكاربون يا جماعة اللي هو أيوة صح هو فيه فحم، لكن المشكلة إنه هيحتاج لجرعة عالية، يعني ما ممكن أنا أدي يعني جرعة تكون يعني كمية من الصناديق، يعني فعشان كده هو ما براكتيكالي ما بيقدروا يستعملوه. أتمنى الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله يتم توفيره، لأنه معظم حالات التسمم ممكن يعني تتحل بصورة بسيطة باستعمال الأكتيفيتد شاركول. طيب انخفاض السكر ده اللي هو جبت سيرته الهايبوغلايسيميا، قلت التسمم بالكحول ممكن يعمل بالذات في الأطفال هايبوغلايسيميا، عشان كده يا ريت إنه الناس من الحاجات اللي تنتبه لها إنه الطفل يأكل يشرب ويأخذ حاجة فيها سكر عشان ما يحصل له هايبوغلايسيميا. طيب تاني برضو من الأسئلة اللي لاحظتها اللي هو معلومة المطهر والمعقم، يمكن السؤال هسه تقريبا ما ظاهر لي. المعقم زي ما قلت والمطهر إنه ما حنستعمل المطهر مثلا زي الكلوركس بنظف به الأسطح، ما ممكن أستعمله على الجسم، والعكس طبعا تماما. يعني في معرفة طبعا الكحول بيصلح يعني لأنه نستعمله كمعقم، يعني ممكن نستعمله على الأسطح وفي نفس الوقت ممكن نستعمله على الجسم، وطبعا بيكون معه تركيبة تانية أكيد زي ما قلنا في الجلسرين في الهيدروجين بروكسايد، تركيبة الهاند سانيتايزر بتركيز طبعا أكيد التركيز مهم. أنا ما عارفة في أسئلة تانية حابة الناس قبل ما أنهي اللايف، يا ريت لو حابين. أتمنى أكون غطيت كل الجوانب المهمة في الموضوع. طيب الاكتيفيتد شاركول ما متوفر في السودان زي ما قلت، انفورشنيتلي ما متوفر. بعض الجهات مرات بتوفره لكن في معظم الاحيان والله ما افيلبل. ان شاء الله الفتره الجايه اتمنى يعني يتم توفيره من قبل الامدادات الطبيه، لانه معظم حالات التسمم زي ما قلت الاكتيفيتد شاركول هو بحل المشكله حقتها، لانه زي ما قلت الايوكاربون ايوه فيه فحم بنستعملها دي لكن معه ملين فبيعمل إسهال، وحنحتاج زي ما قلت للجرعة عالية شديد، يعني ممكن نحتاج لصناديق للزول، لأن الجرعة تقريبا حقة الفحم 1 جرام بالكيلو جرام، فشوف هحتاج لكم حبة، هحتاج لحبوب كثيرة شديد، وكده هتعمل للبيشن إسهال شديد، فما حكون يعني حكون عرضته ممكن يكون له ضرر تاني كمان. طيب اتذكرنا أهم المعلومات إنه الاستفراغ ممكن يكون سبب لضرر بالذات حالات التسمم يا جماعة بالهيدروكاربونز. الناس يا جماعة اليومين دي العيد في ناس ضربت بوهية السينر، يا ريت تدفقوا يعني ما صعب انه نجيبه تاني، لانه معظم الناس شفته بيكبوه في علبة بتاعت سيفن اب، بيجي طفل صغير بتخيله سيفن اب بيشرب منه وبيقوم يتعرض للتسمم ما بكونوا عارفين مشوين. فنتخلص منها يا جماعة، اذا ما بنقدر نحتفظ بها في حتة بعيدة عن متناول الاطفال الافضل انه نتخلص منها.
ولما نحتاج لها تاني ان شاء الله يبقى يعني ربنا كريم بنقدر نجيب واحدة تانية. فمهم جدا جدا زي ما قلت التسمم بالهيدروكاربونز، نحن وي ديد نوت انديوز فوميتنج، ما حنخلي زول يستفرغ، يعني ما حندخل اصبعنا يستفرغ ولا نديه لبن اشرب عشان يستفرغ، لانه حترجع يعني للرئه او حيحصل اسبايريشن. الكف، القحه، الاستفراغ في حالة التسمم بجاز أو بنزين أو غيره إنديكيشن أو دليل على إنه الحاجة دي في الغالب دخلت الرئة، والحاجة دي طبعا يعني مشكلة بتكون كبيرة بتتطلب تدخل، إنه بعد ذاك ننقله لأقرب وحدة صحية أو وحدة طوارئ عشان ما يتلقى الرعاية، بتكون في الغالب سبورتيف تريتمنت. طيب كل الأسئلة أتمنى إنها تكون كانت الإجابة عليها. إذا زي ما قلنا إحنا يعني في أسئلة تانية متعلقة بالأدوية أو حصل حالات حق التسمم، نتصل على مركز المعلومات الدوائية، رقمهم المختصر 41 41، ممكن يكون الأيام دي عشان أيام العيد ما شغال، لكن إن شاء الله بعد العيد حيشتغل. 41 41 حاليا ممكن يشتغل بالرقم 0912310 540، هو رقم متاح لحالات الطوارئ. أتمنى إنه اللايف كان مغطي لمعظم الحاجات اللي بتهم صحتنا بالذات في الحجر المنزلي. حابة أشكر كل الناس اللي كانت متواجدة في اللايف، مجموعة الباحثين السودانيين، وهي دائما بتهتم بكل الحاجات المفيدة لنا، وليهم خالص التحية، مجموعة دار للاستشارات لبناء القدرات والاستشارات البحثية لإتاحة الفرصة دي، وكل الناس يا يعني جماعة اللي انضمت وسمعت وشاركت. أمصال العقارب، شايف دكتور أنور بيسأل منا أمصال العقارب، نسأل ناس إمداداتها دكتور أنور إن شاء الله ونرد لكم. في بس حاجة صغيرة حابة أقولها، نحن صراحة صح في تقصير في توفير أمصال العقارب، في تقريبا إذا إحنا ستيل واقفين في نفس النقطة، يعني في أدوية كثيرة شديد لايف سيفينج عندنا مشاكل ستيل ما حلينا، لكن نشتغل بفكرة إنه في حاجات طبيعية ممكن تحل المشكلة، زي مثلا نوع معين من الأزهار تقريبا أتذكر كان إنه زراعته من الحاجات اللي بتقضي على العقارب، فياريت تكون في مبادرات زي دي، لأنه إحنا في النهاية إذا كان يعني منعنا حدوث المشكلة، يعني to dissolve the problem أفضل من تزولف، يعني أفضل إننا ما تكون في مشكلة من أساسه مما إننا نحل المشكلة. فأتمنى تكون في كل مشاكلنا في النظام الصحي في مبادرات لإنه to dissolve the problems، إنه يكون من أساسه ما في مشكلة، لأنه صراحة أمصال العقارب صراحة فيها مشاكل، أدوية كثيرة life saving مع الظروف الحاصلة، جائحة كورونا، ظروف البلد بصورة عامة صراحة فيها إشكالات كلها، يعني في أشياء مرات السولف بتاع مشاكل صحية بيجي من حاجات مرات خارج النظام الصحي، زي لدغات العقارب والثعابين. أذكر برضو كان التخلص من الثعابين بأبو القنفذ لأنه عضو طبيعي للثعابين، فإننا أفضل إننا نقلل عدد الثعابين، بالتالي حنقلل عدد الناس اللي حيلدغوا، يعني أو الناس اللي حتلدغهم سوري، نقلل برضو من العقارب بإننا نستعمل زي ما قلنا بس والله اسم الزهرة نسيته مع الأسف الشديد، لكن الفكرة كانت عجبتني إنه مبادرة لزراعتها ونجيب بذورة، إذا نحن ما قادرين نجيب الأمصال أصلاً نزرع الزهرة وتكون موجودة في المنطقة، بحيث إنه العقارب أصلاً ذاتها تاني ما تتواجد في المنطقة. شكراً تاني مجموعة الباحثين السودانيين، دار لبناء القدرات والاستشارات. شكراً لكل الناس اتابعوا اللايف وصبروا يعني على كل يعني كلامنا، أتمنى إنه كان يكون مفيد. قبل ما أغادر اللايف أشكركم لكم خالص الشكر، كل عام وأنتم بخير، كل عام والسودان بألف خير وعافية. شكرا جزيلا، ربنا يمتعكم بالصحة والعافية.